سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي آية أخرى والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب نور الله في الأرض، والحب المنتشر بين أمتنا أمة الإسلام إنما هو نابع من حبنا لرسول الله ومحبتنا لرسول الله تتأتى بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا أحببت حبا صادقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخلت في كنف رسول الله. رجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله فيقول يا رسول الله في كل يوم ننظر إليك يا رسول الله حتى إذا ما كنا في يوم القيامة وكنت أنت في مقعدك فأنى لنا أن نراك. لا يحزنه مال ولا يهمه متاع ولا سلطان ولا جاه ولا أولاد ولا ذرية، وإنما أهمه وشغل فكره أمر واحد، إحنا هنبقى معاك يا سيدنا النبي ولا لا؟ فأنى لنا أن نراه. شغل هذا الرجل بهذا الأمر، فأنزل الله تبارك وتعالى من أجله قرآنا يتلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إذا كل إنسان مسلم يسأل هل تحب رسول الله؟ فيقول نعم. محبته صلى الله عليه وسلم جعلها المولى تبارك وتعالى فطرية تزيد مع الجسد وتنمو، فكلنا يحب رسول الله. ولا أعتقد أن إنسانا يبغض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة تقتضي الاتباع، لكن المحبة تقتضي أن نتخذه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في كل أمر من الأمور. كنت في أحد المجالس، لا أعتقد في هذا المجلس، لكن كنت في أحد مجالس الأندونيسيين أيضا أخوتي، فقلت
ما قاله سيدنا الشيخ الشعراوي بيفرق لنا بين اسمين من اسامي سيدنا رسول الله. يقول لك ايه الفرق بين محمد وبين احمد؟ هو قال انا محمد وانا احمد صلى الله عليه وسلم. قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله بي الكفر، وانا العاقب اي الذي لا نبي بعده. هذه اسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا الحاشر يحشر الخلق تحت قدمي. دي مناقب سيدنا النبي واسماء سيدنا رسول الله. فايه الفرق؟ سيدنا الشيخ الشعراوي
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
في كليات. فإذا قرأتم منزلة السنة النبوية في التشريع الإسلامي تجدون هذا الكلام، السنة تأتي مبينة وموضحة ومفصلة لما أجمله القرآن. السنة تأتي بأشياء سكت عنها القرآن، كل هذا تجدونه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، نحتاج إلى الشفاعة، والشفاعة تحتاج منا إلى مجهود، وتحتاج منا أن نكون ذاكرين لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما ينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمه ربه أنه يحبه فنطق بها الحبيب فقال أنا حبيب الله والمصلي علي حبيب، ومن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.